نشرة الأخبار مع ندى لؤي. نشرة إخبارية جديدة من العراقية الإخبارية، نبدأها بأهم العناوين. نيجيريان برزاني في بغداد بعد ساعات لتوقيع اتفاق شامل بشأن الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. البرلمان يناقش غدا التعديل الأول لقانون مجلس النواب ونشر 750 فرقة جوالة لتحديث سجلات الناخبين. العراق يواجه أزمة قطع شبكة الهاتف النقال في حال عدم تجديد تراخيص العقود، والاتصالات تعلن استعدادها لتسلم رخصة الجيل الرابع. أهلا بكم. من المقرر أن يزور رئيس إقليم كردستان نيجيريان برزاني العاصمة بغداد اليوم لاستكمال المفاوضات مع الحكومة الاتحادية. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام أن برزاني سيوقع اتفاقا مع ممثلي الحكومة الاتحادية يتضمن تسليم 460 ألف برميل من نفط الإقليم إلى الحكومة مقابل دفع الموازنة ورواتب الموظفين والبشمركة. وكان وفد إقليم كردستان برئاسة قوبات طلباني نائب رئيس حكومة الإقليم عقد اجتماعا يوم أمس مع وزيري المالية والنفط بحضور ممثل عن شركة تسويق النفط العراقية سومو لغرض تحديد قيمة النفط المصدر من الإقليم ومبالغ الإيرادات غير النفطية تنفيذا لقانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس النواب مؤخرا. المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الإقليم سمير هرامي قال إن الاجتماع جاء نتيجة للجلسة التي عقدت بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب مع الوفدين المتفاوضين للتوصل إلى صيغة حل بين الطرفين. وأضاف أنه سيتم تحديد كمية النفط المصدر من إقليم كردستان وأجمالي الواردات غير النفطية، ومن ثم تحديد حصة الإقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز. ونبقى في ذات السياق، حيث قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد اليوم أن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية والوفد الكردستاني وصلت لمراحل متقدمة قد تمكن من إعلان الاتفاق قريبا. وذكر الحداد أن المفاوضات مستمرة لحد الآن والطرفين قريبان جدا من الاتفاق والتفاهم المشترك، وعبر عن أمله بالتوصل لحلول عملية في إطار اتفاق عادل بين أربيل وبغداد يصب في المصلحة الوطنية العليا ويلزم الطرفين بتنفيذ بنوده. عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر من جهته قال أن الالتزام بما ينص عليه أي اتفاق هو الفيصل بين الحكومتين الاتحادية وأقليم كردستان لحل الخلافات بينهما. كوجر خلال استضافته في نشرة سابقة أوضح أن حكومة الإقليم ستلتزم بتسليم ما بذمتها من أموال إلى الحكومة الاتحادية. في الحكومة الاتحادية عقود خدمة، بمعنى مقابل كل برميل نفط الحكومة تدفع دولارين للشركة العاملة فيها. نحن في حكومة الإقليم عقود شراكة، بمعنى الشركة العاملة هي يعني شريك في لمدة زمنية في الحقل. هذه الشراكة لأنه أتت على حكومة الإقليم بعد 2014 ظروف اقتصادية صعبة، لجأت الحكومة إلى البيع المسبق مثل ما تفكر الآن وزارة النفط. الضمانات هي التسليم، ما عندنا ضمان آخر، الضمانات هي التسليم. والقانون الأخير الذي تم تشريعها قانون تمويل العجز يعني تنص على أنه متى ما التزمت حكومة الإقليم سيكون هناك إطلاق للمبالغ المالية مقابل ذلك التسليم، فالالتزام.
فالالتزام هو الفيصل بين الحكومتين. جولة جديدة من المباحثات بين المركز والإقليم تأتي في ظروف استثنائية بسبب الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن لا سيما السليمانية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب. نواب أكدوا أن قانون العجز المالي الذي صوت عليه البرلمان مؤخرا يجبر أربيل على دفع ما بذمتها من أموال قبل أرسال بغداد رواتب موظفيها. ملف الاستحقاقات المالية على رأس جولة مباحثات جديدة بين بغداد وأربيل لحلحلة مسألة المبالغ المالية فيما يخص رواتب موظفي الإقليم. هذه المباحثات جاءت بعد تصويت برلماني على قانون للاقتراض يلزم حكومة الإقليم بدفع ما بذمتها من مبالغ مالية. أوساط نيابية أكدت استمرارية هذه المباحثات وعلى أكثر من صعيد. القرار الذي صوت عليه مجلس النواب قانون الاقتراض يجب أن يطبق، وعلى حكومة الإقليم أن تلتزم بدفع المبالغ التي بذمتها حتى بالتالي الحكومة تستطيع إرسال رواتب الموظفين. التظاهرات الأخيرة التي شهدتها بعض مدن إقليم كردستان عجلت من هذه المباحثات التي ينظر إليها سياسيون ومتخصصون بالشأن السياسي إن كل مخرجاتها يجب أن تخضع للدستور والقانون النافذ. نتمنى على حكومة الإقليم عندما تفاوض الحكومة الاتحادية ويتم الاتفاق وخاصة على المنافذ الحدودية وتسليم أموالها وإلى الشؤون الأخرى بالنفط وغير النفط أنهم يلتزمون بما اتفقوا عليه في بغداد. فيما تحدثت الرؤية التحليلية من داخل إقليم كردستان عن أجواء إيجابية سادت مباحثات وفد الإقليم في بغداد، وكشفت عن زيارة مرتقبة لوفد سياسي برئاسة رئيس الإقليم إلى بغداد لحل المشكلات بين الجانبين. من المقرر أن يزور وفد سياسي برئاسة رئيس الإقليم الأستاذ نيتشروان البرزاني وجميع الأحزاب السياسية على مختلف اتجاهات، سواء أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة، كي تجتمع مع قادة الكتل السياسية ويعني نحل هذه المشاكل جميعها. وبالرغم من كثرة الوفود التفاوضية وتعدد جولات المباحثات بين بغداد وأربيل، إلا أن واقع الحال ما زال يتحدث عن ملفات لم تحسم حتى هذه اللحظة. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. وبعد اجتماع رئيس الحكومة المركزية ورئيس مجلس النواب مع وفد حكومة الإقليم لحل الخلافات، عاد الهدوء مرة أخرى إلى مدن كردستان المنتفضة. متابعون للشأن عزوا الأمر إلى أن الاجتماع أعطى رسالة واضحة حول حل الخلافات التي كانت عالقة لسنوات طوال. يبدو أن اجتماع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب مع الوفد التفاوضي الكردي انعكس بشكل إيجابي على الوضع في محافظة السليمانية بعد تصاعد حدة الاحتجاجات خلال الأيام الماضية، فالشارع الكردي عاد لوضعه الطبيعي، لكنه يترقب تطبيق مخرجات الاجتماع الأخير وتلبية مطالب المتظاهرين أهمها توفير الرواتب. يعني أنا أعتقد الاجتماع الذي جرى يوم أمس ما بين السيد رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وحتى رئيس الجمهورية أعطى رسالة تطمين بأن الحكومة ستعالج هذه الأزمة من الناحية المادية، ولكن هذه المعالجات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، ويجب أن تسارع الإدارات الموجودة سواء كان في أربيل أو السليمانية بالتواصل مع الحكومة الاتحادية وحل المشكلة جذريا بعيدا عن المعالجات الآنية. ويرى متابعون أن حكومة الإقليم هي التي تتحمل تبعات الغضب الشعبي الذي عم أغلب محافظات الإقليم نتيجة عدم تطبيقها للاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الاتحادية، فهذه الأزمة تتطلب حلولا سريعة وواقعية وليس حبرا على ورق. هناك الكثير من الحلول، ولكن أغلب الحلول هي موجودة في بغداد وليست في مناطق أخرى، لذا أعتقد بأن على حكومة الإقليم أن تسرع في الاتفاق مع الحكومة الاتحادية باتجاه تسليم النفط والحصول على مستحقات ورواتب الموظفين من الحكومة الاتحادية ومن الموازنة الاتحادية. وشهدت التظاهرات في محافظة السليمانية تصعيدا غير مسبوق من خلال حرق المقر الحزبي، فضلا عن قيام القوات الأمنية بقتل واعتقال عدد من المتظاهرين، فضلا عن القيام بملاحقة بعض قيادات التظاهرات. هذه الأساليب كانت محط رفض جميع الأطراف، خصوصا من قبل الحكومة الاتحادية والبرلمان اللذين أكدا شرعية المطالب. من بغداد، حسن الفواز، العراقي الإخبارية.
في ملف شبكات الهاتف النقال يواجه العراق مشكلة كبرى قد تؤدي إلى قطع شبكة النقال إذا لم يتم التجديد لوزارة الاتصالات، منها توفير خدمة الـ 4G والذي يعد العراق من البلدان القليلة بالمنطقة التي لا تمتلك هذه الخدمة لحد الآن بسبب فشل سياسات إدارات السابقة. مصادر إعلامية أشارت إلى أن بعض الأحزاب السياسية المعارضة بدأت حملة إعلامية تلتها دعاوى قضائية بدوافع سياسية توريط الحكومة بقضية جدلية ستخلق حركة احتجاجية كبيرة داعية الحكومة للدفاع عن المشروع من خلال مجلس القضاء، بالإضافة إلى تغطية إعلامية لكشف حقائق هذا العقد. هذا وجددت وزارة الاتصالات مطالبتها بمنحها الترخيص لإطلاق خدمات الرخصة الرابعة مؤكدة استعدادها لتسلم ملف رخصة الجيل الرابع. وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني إن الوزارة باشرت بربط الكابل الضوئي في عدد من المحافظات، وأن هذا الإجراء لاقى استحسان وقبول المشتركين في هذه الخدمة التي وفرت الإنترنت السريع وضمان الاتصالات وكذلك منح ساعات اتصالات مجانية. وأضاف أن الوزارة قامت قبل أشهر بإعلان خدمات الكابل الضوئي لتحسين الخدمات، وتطالب بمنحها الترخيص لإطلاق الرخصة الرابعة 4G المتطورة لتقديم خدمات تفوق خدمات 3G الحالية. كما لم تتمكن شركات الاتصالات في العراق من تحقيق أرباح مقارنة بشركات الاتصال في عدد من الدول العربية، أسباب عديدة يوجزها لنا التقرير الآتي. لم يكن قطاع الاتصالات في العراق على ما يرام، فلم تحقق شركات الاتصالات في العام الماضي أرباحا مقارنة مع شركات الموبايل في مجموعة دول عربية من ناحية أعداد المشتركين والعائدات السنوية وصافي الربح السنوي. شبكات الموبايل العراقية حققت أقل نسبة أرباح شهرية لكل مشترك مقارنة بباقي الشبكات، حيث حققت آسيا سيل صافي ربح شهري لكل مستخدم بلغ 29 سنتا شهريا، بينما بلغ الربح الصافي الشهري من كل مستخدم في زين العراق 34 سنتا فقط. ومقارنة مع باقي الدول حققت الشركات أرقاما مغايرة، حيث حققت اتصالات الإمارات 14 دولارا وزين الكويت 8 دولارات وزين السعودية قرابة الدولار ونصف الدولار، أما أوريدو القطرية فحققت 21 دولارا، أما زين الأردن فحققت دولارا و78 سنتا. ويعود هذا التراجع في الأرباح إلى التنافس الشديد بين الشبكات وبين مزودي خدمة الإنترنت، الأمر الذي دفع بنزول العائدات الشهرية لكل مستخدم وارتفاع الكلف الشهرية لشبكات الموبايل، وأيضا بسبب ارتفاع كلفة شراء الإنترنت من وزارة الاتصالات. وبالرغم من حجم الاستثمارات الكبيرة إلا أن عائدات الاستثمار غير مرتفعة، مما يجعل سوق الاتصالات سوقا صعبا ويحتاج إلى إعادة التنظيم. كما أن عدم تقديم خدمات متقدمة مثل خدمة الجيل الرابع دافع الكثير من المستخدمين إلى العزوف عن استخدام الخدمات المقدمة من شركات الموبايل، الأمر الذي أثر على صافي الأرباح.
بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع السفير السعودي العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد والرياض. مكتب الكاظمي أكد في بيان أن اللقاء شهد أيضا مناقشة تفعيل التبادل التجاري بين البلدين في ضوء الاجتماعات الأخيرة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي التي تمخض عنها عدد من مذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات والقطاعات. في ملف ميناء الفاو الكبير، كشفت وزارة النقل عن تفاصيل جديدة فيما يخص عقد إنشاء ميناء الفاو الكبير والشركة المنفذة للمشروع. وفي اجتماع خاص حضرته قناة العراقية الإخبارية، قال وزير النقل ناصر الشبلي إن الشركة الصينية ليس لديها أي تجربة لإنشاء مشاريع مشابهة لميناء الفاو. ميناء الفاو الكبير يعرض على طاولة النقاش في وزارة النقل التي استضافت وفداً من مجلس النواب. الشركتان الكورية والصينية أبرز أسباب الاجتماع الذي عقد بعد تصريحات إعلامية واتهامات حول إكمال أو عرقلة إنجاز المشروع الاستراتيجي. قدمنا كتاب رسمي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض عرض الموضوع على مجلس الوزراء في الجلسة القادمة. نطلب وبصراحة أن تكون جلسة مجلس الوزراء للتصويت على موضوع المضي بالتوقيع على ميناء الفاو جلسة علنية، ونطالب السيد رئيس مجلس الوزراء والأخوة السيد الأمين العام لمجلس الوزراء أن تنقل جلسة مجلس الوزراء حرفيا. أي وزير سوف لا يصوت على إبرام هذا العقد سوف لا نعلنه لرأي الشعب العام العراقي. في الجلسة السابقة كان هنالك عرقلة من بعض الوزراء لتمرير مشروع ميناء الفاو الكبير الاستراتيجي. الوزارة كشفت للوفد النيابي نتائج بحثها في ملف الشركة الصينية، وتبين أن ليس لها علاقة بمجال الموانئ. النواب الحاضرون تفاجأوا أن اسم الشركة الأخيرة مؤشر عليه بالسلب في عقود وزارة الكهرباء، كما ورد في تقرير سابق للنائب الأول لرئيس البرلمان. وزارة النقل يجب عليها من منطلق أخلاقي وقانوني ووطني أن تسير في إبرام العقد مع هذه الشركة، الشركة الكورية أولا. ثانيا، التزم السيد معالي الوزير والأخوة الكادر المتقدم في هذه الوزارة أن لا يسمح للشركة أن تأخذ أكثر من المدة، المدة 45 شهر يعني 3 سنوات و9 أشهر. هذا المشروع يوفر 1,000,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. هذا الموضوع يمثل سيطرة العراق، عودة سيطرة العراق على الخليج العربي التجارية. طريق الحرير اليوم أنا طلعت رسمياً على كتاب صادر من دائرة الوكيل إلى السيد الوزير برفض الربط السككي مع الكويت، وهذا مهم أن يكون الربط السككي عراقي، أن تكون طريق الحرير يمر من العراق. هناك للأسف الشديد دول وليس أشخاص، وهناك بجهل وهناك بأجندة خارجية، هناك مدفوع الثمن يحاول منذ سنوات عرقلة ميناء الفاو الكبير. التكاتف الكبير بين السلطتين التنفيذية والتشريع ما أعتقد راح يكون أحد يجرى أنه يتعرض إلى ميناء الفاو، ومن ذلك إذا راح واحد يتعرض إلى ميناء الفاو ما راح نحن نسكت عنه سواء كان إحنا أو الأخوة النواب. ميناء الفاو الكبير يتوقع له أن يغير حياة العراقيين بشكل كامل، ميناء سيجعل اقتصاد البلاد من أقوى اقتصادات المنطقة والعالم. فهل سينجز بدون مشكلات أو معوقات أو تدخلات؟ وهل تعي القوى السياسية الحاكمة وعناصرها أهمية وضرورة إكمال المشروع؟ أسئلة ينتظر الشعب أجوبتها بعد انتظار الإصلاحات لأكثر من عقد ونصف من عمره. من وزارة النقل في بغداد، ياسر عامر، العراقية الإخبارية. أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد إصرار الوزارة في المضي قدما في رفع التجاوزات عن نهري دجلة والفرات. وقال الوزير في مؤتمر صحفي أن الوزارة ملزمة بتطبيق القانون في رفع التجاوزات عن الأنهار دون الاكتراث إلى الضغوطات السياسية. تم الاتفاق أنه الأحد القادم سوف أعطينا مهلة هذا الأسبوع، ولكن ليكون واضح للجميع أن الوزارة مصرة
على الاستمرار في حملتها لرفع التجاوزات إحقاقا للحق وإعادة لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون الذي قد يكون في فترة ما استغلوا ضعاف النفوس بعض الفراغ في تطبيق القانون وبدأوا يتجاوزون على حقوق النهر. فواجبنا كوزارة أن نعيد كل الأمور إلى نصابها. نحن مصرين على هذا الموضوع وملتزمين بحقيقة. لا يعتقد البعض أنه إذا تولد الضغط من هذه الجهة أو ضغط من جهة أخرى أو ضغط من ناس راح نتوقف. هذا بالنتيجة هو يصب في مصلحة المواطن. تحققت نتائج إيجابية الآن يشيد بها السادة المحافظين في كل المحافظات أنه الضغط اللي والإصرار اللي كان من قبل الوزارة على حملة رفع التجاوزات أعطى ثمارة بوصول المياه إلى أبعد شخص مستحق لهذه المياه، لأنه كان هناك حقيقة الكثير من التجاوز على صدور النهر أثرت بشكل كبير على الخزين المائي على توزيعات المياه، وبالنتيجة أصبح لدينا جزء من الحق وصل إلى هذه الناس. لاحظنا هذه النتيجة في الديوانية، في السماوة، في الحلة، في الأنبار. لاحظنا هذا الشيء في الناصرية، بالعمارة، بالبصرة. في ملف الموازنة، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن اعتماد الدفع المسبق من بيع النفط سيضمن سد حاجة الموازنة إلى موارد مالية ثابتة ومستقرة. وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية أن السياسة المالية أخذت دورها في تأمين وسائل الاقتراض الخارجي لدعم سيولة الموازنة العامة واستدامة تدفقاتها النقدية من مصادر التمويل الخارجية. وأضاف أن التمويل الذي يسبق التصدير واحد من أساليب التمويل الخارجي لضمان سد حاجة الموازنة إلى موارد مالية ثابتة ومستقرة ضمن التوقيتات المحددة للصرف. جدل متواصل حول موازنة العام المقبل بين الأوساط النيابية والاقتصادية، فالتوصيات تتواصل من هنا وهناك لإقرارها، ومن بينها اعتماد موازنة البرامج بدلا من موازنة البنود التقليدية، فضلا عن دعوات تجنب اللجوء إلى الاقتراض مع تغيير أسعار النفط. العديد من الأفكار والآراء تطرح بين الفينة والأخرى لتجاوز المشاكل المالية والفنية التي قد تواجه موازنة العام المقبل والتي لم ترى النور حتى الآن، ومنها اعتماد موازنة البرامج والأداء بديلا عن موازنة البنود التقليدية المعمول بها منذ عدة سنوات. موازنة البنود أنه أنت تأخذ فقرة فقرة في كل وزارة وتبدي تصرف المبالغ، أما البرامج أنه أنت مثلا تنزل البرامج عندك 20% تحت مستوى خط الفقر، إذا خليت استراتيجية هدف طبقت استراتيجية نزل إلى 18% تحت مستوى خط الفقر، البطالة مثلا تقللها حجم، هذا برنامج، وهكذا باقي الإنجازات في قطاعات الخطة الخمسية. في الوقت الذي ألمح فيه مختصون إلى إمكانية اقتراض نحو 30 تريليون دينار في موازنة 2021، تسعى الجهات المختصة إلى عدم الدخول في عمليات اقتراض جديدة تثقل كاهل الدولة من خلال الاستعانة بتنوع الموارد المالية، يضاف إليها التحسن الملحوظ في أسعار النفط في البورصات العالمية. هناك مؤشرات بأن سوف يكون هناك تصويت يوم الثلاثاء على مسودة قانون موازنة 2021، وبالتالي يتم رفعها إلى البرلمان لدراسته. أعتقد يعني هذه الموازنة سوف تكون قضية فاصلة هي بمقدار نسبة الاقتراض. نحن مدانين للصندوق النقد الدولي 60 مليار، وأعتقد هذا الرقم ممكن أن يرتفع في هذه السنة من خلال هذا الاقتراض. وبنظرة متفائلة يشوبها القليل من الحذر، يرى مراقبون بأن موازنة العام المقبل يمكنها تجاوز الضائقة الاقتصادية والعجز المالي الذي مرت به البلاد مؤخرا من خلال زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ إن كل دولار زائد في سعر برميل النفط الواحد يقابله نحو مليار دولار سنويا تضاف إلى خزينة الدولة الاتحادية، فما بالك بزيادة 5 إلى 6 دولارات أخرى. مؤيد الفرطوسي، العراقية الإخبارية، بغداد.
توقع وزير العمل عادل الركابي وصول قانون الضمان والتقاعد إلى مجلس النواب في الأسبوع الحالي. وقال الركابي إن الوزارة قدمت دراسة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهي ضمن مخرجات اللجنة الثلاثية التي شكلت من وزارات المالية والتخطيط والعمل لشمول ما لا يقل عن 600 ألف مستفيد جديد ضمن موازنة العام 2021، مشيرا إلى أن الملف مرتبط بتوفير التخصيصات المالية وقدرة الحكومة على تأمينها للمشمولين. في ملف التظاهرات، انطلقت صباح اليوم تظاهرة لحملة الشهادات العليا في منطقة العلاوي بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد. المتظاهرون طالبوا عبر كاميرا الإخبارية بتوفير درجات تعيين لهم وتضمين حقوقهم ضمن موازنة العام المقبل. نحن معتصمي تجمع العلاوي اللي هو متكون من 13 خيمة، كافة الاختصاصات، مهندسين، الإدارة والاقتصاد، العقود، متطوعي الدفاع، 13 تجمع. اليوم افترشوا الأرض قرابة 8 أشهر تحت جسر العلاوي أمام البوابة التاسعة، منتظرين أمل التعيين اللي هو شنو التعيين على الملاك الدائم لسد ربق العيش. يعني احنا اليوم هاي الشباب والبنات اليوم مسيرة من شهر السادس وشهر الخامس إلى يومنا هذا. يعني احنا هنا جايين نطالب أبسط حق من حقوقنا، أكثر من هنا أنا بلا وظيفة، بلا تعيين، بلا رواتب، أكثر الدوائر هسه لو تشوفون العقود والإجراءات هنا أكو سنة وأكثر من سنة صار منهم بلا رواتب، هذا قوتنا، قوت أطفالنا. نطالب من رئاسة مجلس الوزراء خلي ينزل لنا، احنا هنا خواته وأبناءه وبناته، خلي يسمعنا، خلي نسمعه، خلي يشوف مطالبنا. نطالب دولة رئيس الوزراء مجلس النواب العراقي يعني انصاف هذه الشريحه المظلومه من الشباب وتضمين فقره بالموازنه، تضمين فقره بالموازنه وفقره المعتصمين. كما جدد العشرات من خريجي كليات الهندسه تظاهراتهم الغاضبه امام مبنى شركه نفط ميسان صباح اليوم مطالبين بالتعيين. وقام المتظاهرون بغلق مبنى الشركه احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم. واظهر مقطع فيديو قيام القوات الامنيه في المحافظه بتفريق المتظاهرين بخراطيم المياه. في البصرة، اعتصم العشرات من المتعاقدين والأجراء اليوميين بدوائر الكهرباء في البصرة أمام مقر شركتي نقل وإنتاج الطاقة للمنطقة الجنوبية للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ 8 أشهر. وقال مراسل الإخبارية أن عددا من المعتصمين اتفقوا على منع دخول الموظفين في هاتين الشركتين والسماح لمديري الأقسام فقط بالدخول لكي لا تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين. في محافظة ذيقار، أفاد مراسل العراقية الإخبارية في المحافظة بأن القوات الأمنية أعادت فتح ساحة الحبوب وسط مدينة الناصرية، وأن القوات الأمنية أعادت فتح ساحة الحبوب صباح اليوم أمام حركة المرور. أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء. وبحسب وثيقة صادرة من الدائرة، إن جدول أعمال الجلسة تتضمن عددا من القوانين من بينها تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018. في ملف الانتخابات، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي نشر فرق جوالة في جميع المحافظات وتوفير مخازن أمينة لمنع الخروق أو التزوير. وقال الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية إن هناك تعاقدات مع الشركة المعنية والشركات المتخصصة في مجال البطاقة البيومترية بمشاركة الأمم المتحدة بكل المقترحات التي تتعلق بنوعية الشركات، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 750 فرقة جوالة منتشرة في جميع أنحاء العراق من أجل تيسير تسجيل الناخبين، وهذه الفرق التابعة للمفوضية. على
بالرغم من تحديد منتصف العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المقبلة، فإن غياب التخصيصات المالية سيكون عائقا أمام إجرائها. أعضاء في المفوضية أكدوا صعوبة إجراء الانتخابات ولا سيما في الوقت الحالي، كون البلد يعيش ضائقة مالية بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير في اقتصاد العالم. التزامات مالية وفنية تحتاجها المفوضية منذ بداية تحديد موعد الانتخابات وحتى موعد إجرائها، لكنها لم توفر حتى الآن في ظل الأزمة المالية التي قد تسهم في تمديد الموعد لاستكمال تلك الإجراءات. إذا نريد نذهب إلى انتخابات شفافة ونزيهة وواضحة وتؤدي إلى رفض المجالس التمثيلية سواء كان مجلس النواب أو مجلس النواب بدماء جديدة، يجب أن يكون هناك قانون عادل، يجب أن يكون هناك استعدادات كافية، يجب أن تكون هناك تمويل كافي، ويجب أن تكون هناك وقت كافي، لأنه بغياب هذن كلهن حقيقة ونذهب إلى انتخابات وأن هذه الانتخابات يجب أن تجرى بالموعد مع وجود كل هذه العراقيل، أنا أعتقد المشكلة ربما سوف لا تنحل، بل ربما سنضيف إشكالات أخرى على المشاكل اللي موجودة. وإذا ما صدقت توجهات اللجنة القانونية بإضافة انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية، فإن متطلبات العملية الانتخابية تتضاعف ويتضاعف معها الوقت والجهد والمال وحتى النظام الانتخابي ونوع الأجهزة المستخدمة وبيانات الناخبين. عامل الوقت حقيقة مهم جدا في هذا الموضوع، يعني المفوضية من الصعوبة بمكان أن تجري هذا الحدثين من الانتخابات في الموعد المحدد يعني مسبقا اللي هو 6 حزيران، وبحاجة إلى فترة لا تقل عن 3 أشهر لدمج هذه الانتخابات مع شرط توفر وصول التخصيصات المالية للمفوضية. وإلى جانب توفير النفقات المالية للانتخابات، فإن المفوضية تحتاج إلى دعم شركاء العملية الانتخابية من الناخبين والمرشحين ودوائر ومؤسسات الدولة لإنجاحها وتوفير مستلزمات إجرائها سواء في موعدها أو في موعد آخر. وبينما تؤكد الحكومة على موعد إجراء الانتخابات في الوقت المحدد، يرجح خبراء في شؤون الانتخابات تمديد موعد إجرائها إذا ما أدمجت معها انتخابات مجالس المحافظات. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد. تمكنت هيئة النزاهة من إيقاف هدر 9 مليارات دينار من المال العام وضبط عشرات المعاملات المزورة في دائرة تقاعد الأنبار. وذكرت الهيئة في بيان أن ملاكاتها نفذت عمليتي ضبط منفصلتين في دائرة التقاعد، ضبطت خلالها 75 معاملة مزورة خاصة بالشهداء والمصابين، وتوصلت إلى حصول تزوير في رقم الباركود وتواقيع موظفي مديرية شهداء الأنبار، لافتا إلى أن مجموع المبالغ التي تم إيقاف هدرها بلغت 8 مليارات دينار، بالإضافة إلى ضبط 8 معاملات تقاعدية بعد حصول تزوير في كتاب صحة صدور التقرير الطبي الخاص بتلك المعاملات، مشيرة إلى إيقاف هدر 1 مليار دينار كانت ستصرف كفروقات ورواتب لمعاملات مزورة. أمنيا، أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف انطلاق الصفحة 5 لعمليات الوعد الصادق في البصرة، وقال في بيان إن قيادة عمليات البصرة والقطاعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ عملية الوعد الصادق المرحلة 3 الصفحة 5، وأضاف أن العملية تهدف إلى إلقاء القبض على المطلوبين قضائيا ونزع الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في المحافظة. من جهة أخرى، لقي عنصر من قوات البشمركة مصرعه وعنصران من حزب العمال الكردستاني. مرقى بإقليم كردستان في تصريح إن مواجهة ومناوشات مسلحة وقعت بين قوات البشمركة وعناصر من حزب العمال الكردستاني بسبب مرور مجموعة مسلحة بنقطة تفتيش أمنية وأطلاق النار عليها، وقد قتل إثر ذلك نائب معاون السرية.
وفي مستجدات الموقف الوبائي اليومي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلنت الوزارة عن تسجيل 2028 حالة شفاء و24 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية في عموم البلاد. في ملف لقاح فيروس كورونا، أكدت منظمة الصحة العالمية أن توفير سلسلة التبريد المثالية لتأمين لقاح فايزر يعتبر أحد أولويات استيراده من قبل وزارة الصحة العراقية. وأوضح رئيس فريق الطوارئ في بعثة العراق بمنظمة الصحة العالمية وائل حتاحت أن الصحة العراقية تتابع المسؤولين عن موضوع تبريد اللقاح بشكل دقيق لأهميته البالغة، مبينا أن فايزر هو اللقاح الوحيد الذي يحتاج للتبريد، في حين أن اللقاحين الآخرين يحتاجان إلى درجة حرارة مختلفة وأقل تعقيد من ناحية البرودة الشديدة. وكان متحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر كشف عن أن العراق ما زال يواجه خطر تفشي فيروس كورونا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية. البدر خلال نشرة سابقة قال إن وزارة الصحة ملتزمة بتوفير لقاح آمن وفعال من مناشئ عالمية للتطعيم ضد فيروس كورونا. نحن لازمنا في العالم والمنطقة والعراق ضمن مرحلة الخطر الوبائي، احتمالية التفشي واردة، خصوصا وبكل صراحة وأنا في بث مباشر الجميع يلاحظ، أنتم تلاحظون ونحن نلاحظ. وزارة الصحة أشرت في أكثر من مناسبة ذكرناها علنا أن هناك عدم التزام واضح، بعض المناطق في بغداد العاصمة والمحافظات يعني تقريبا نقدر نقول 100% ماكو التزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي، وهذا أمر خطير. الحكومة العراقية أن وزارة الصحة ملتزمة بتوفير لقاح آمن وفعال ومن أفضل منشأ عالمي. كل علاج مهما كان بسيطا أكو نسبة من اللي يستخدموه تصير عندهم أعراض جانبية أو أعراض سلبية. أيضا موضوع اللقاحات سواء كان الآلية عمل اللي ذكرتيها أو غيرها حسب الشركة المصنعة، أكو نسبة كذا بالألف كذا بالمليون راح يصير عندهم مضاعفات معينة تدرس، وهذه موجودة. لا يوجد أي مستحضر أي علاج أي لقاح هو 100% سالم، لابد أن تكون هناك هامش لحدوث مثل هكذا أمور. بعد ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا والخوف من فقدان سيطرة المؤسسات الصحية في كركوك، تعمل المحافظة على فتح مستشفيات جديدة للتعامل مع زيادة الإصابات. تستعد كركوك لمرحلة مهمة في مواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز مختصة بالجائحة. وستحقق المحافظة أهدافا صحية مهمة، وهي تقليل الزخم الحاصل على المستشفيات الأخرى وتقديم الخدمات الصحية بشكل طبيعي. احنا نخلي المواطن العراقي ورؤى وزارة الصحة العراقية بتقديم أفضل الخدمات الصحية عن طريق افتتاح المستشفيات الجديدة وذات الأطر العالمية والبروتوكولات العلاجية القيمة اللي موجودة بها لمساعدة المواطن العراقي في علاج هذا المرض والعبور من هاي الأزمة اللي هي أزمة عالمية مو بس أزمة العراق. وتأتي فكرة إنشاء المراكز والمستشفيات المختصة بكورونا في كركوك عقب تسجيل أعلى النسب بالإصابات للمواطنين فيها في المحافظات كافة. ما احنا في كارثة، يعني احنا من الشهر السادس من بدأت عدد الحالات تزداد، من الشهر السادس لحد الآن هي عدد الحالات في ازدياد وعدد الإصابات يوم موجود يوميا عندنا مصابين، وهذا إذا ما نأخذ الإجراءات الوقائية اللي تتمي يعني تتلخص بثلاث أشياء إذا لو يلتزم بها المواطن إحنا راح نسيطر على المرض: لبس الكمامة، الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين. هذا وتم افتتاح مستشفى الشفاء 14 الخاص بكورونا في وقت سابق بدعم من العتبة الحسينية وتجهيز من قبل وزارة الصحة ب150 سرير، وتنتظر كركوك إنهاء العمل لمستشفى المماثل في ناحية تازة وثالث من قبل الأمم المتحدة في مركز المدينة. رودي أنور، العراقية الإخبارية، كركوك.
وفي الشأن العربي، أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة التي ستخلف الحكومة التي استقالت عقب الانتخابات التشريعية التي جرت قبل نحو 10 أيام. وتضمنت التشكيلة تعيين خالد الحمد الصباح رئيسا للوزراء، بالإضافة إلى تسمية وزراء للنفط والدفاع والمالية والداخلية. وكانت الانتخابات الأخيرة قد أسفرت عن دخول عدد أكبر من نواب المعارضة للبرلمان. أعلنت شركة هافنيا للشحن أن انفجارا وقع صباح اليوم في ناقلة نفط تابعة لها بميناء جدة السعودي نتيجة إصابتها من مصدر خارجي مجهول دون وقوع إصابات. وقالت الشركة في بيان إن السفينة التي ترفع علم سنغافورة أصيبت من مصدر خارجي أثناء تفريغها في ميناء جدة، مما تسبب في انفجار وهو ما أدى إلى حريق لاحقا على متن السفينة. وأضافت الشركة أن الطاقم المكون من 22 بحارا أخمد الحريق ولم يصب أحد منهم بسوء، وأن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة. أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين. وقالت السفارة الأمريكية في بيان إن فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما انقضت، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارا من اليوم ليتم نشره في السجل الفيدرالي. اتفق السودان وإثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبية الأسبوع المقبل، ويأتي الإعلان عن استئناف مفاوضات سد النهضة بعد توقفها عدة أسابيع نظرا لتباعد وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر والسودان، وفشلت كل الجولات السابقة في الخروج باتفاق حول آليات ملء وتشغيل السد الذي أثار توترات شديدة بين أديس أبابا والقاهرة، وصلت إلى حد الحديث عن مواجهة عسكرية محتملة. احتفالا بيومهم العالمي ذوو الهمم، يطالبون بتحركات حقيقية وبشكل فعلي لتحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم الخاصة التي لا تقل أهمية عن غيرها من فئات المجتمع. بإصرار كبير يشارك أصحاب الهمم ومن مختلف الأعمار نشاطاتهم المتنوعة احتفالا بيومهم العالمي لإيصال رسائلهم أن فقدان جزء من أجسامهم لا يشكل عائقا أمام طريقهم، فأبسط أمنياتهم اختصرت بأن تتم مراعاتهم بشكل فعلي لأنهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. نحتفل باليوم العالمي لأشخاص ذوي الإعاقة، ويقام هذا الكرنفال كل عام من قبل تجمع المعوقين في العراق وحضور ضيوف الكرام، ولكي تطلق الرسائل للاستجابة إلى إنصاف مظلومية ذوي الإعاقة الذي للأسف ما يزالوا يعانون العزلة ويعانون عدم الإنصاف لحقوقهم. ذوي الإعاقة احنا معجزة وليس عجزة، وأشكر كل من ساندنا وأشكر كل من احتفل ويانا وكل من قدم لنا التهنئة. حقوق ذوي الهمم لا تقل أهمية عن غيرها من فئات المجتمع، فلهم متطلباتهم واحتياجاتهم الخاصة، فالتضامن المعنوي وحده لا يكفي ما لم يكن هناك تحركا حقيقيا تجاه مطالب هذه الفئة وتحقيقها من قبل المعنيين. ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى دعم أكبر، التفاتة حكومية أكثر. كل سنة أحضر في هذا المؤتمر تزداد همومهم، تزداد متطلباتهم، تزداد معاناتهم، يحتاجون حقيقة إلى دعم. نعم تثن قوانين لهم، قد تشرع قوانين لهم لصالحهم، يتضامنون مع منظمات أخرى ومنظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني، لكن هذا التضامن وحده لا يكفي. وتبقى أمنيات هذه الشريحة تنتظر النور، ولا سيما في الأوضاع التي تعيشها البلاد والتي زادت من أعبائهم ومعاناتهم. وعلى الرغم من ذلك تبقى هذه الفئة تعيش على أمل تحقيق تلك الأمنيات. من بغداد، سجا جاسم، العراقية الإخبارية. في الختام نذكركم بالعناوين:
لجربان بارزاني في بغداد بعد ساعات لتوقيع اتفاق شامل بشأن الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. البرلمان يناقش غدا التعديل الأول لقانون مجلس النواب ونشر 750 فرقة جوالة لتحديث سجلات الناخبين. العراق يواجه أزمة قطع شبكة الهاتف النقال في حال عدم تجديد تراخيص العقود، والاتصالات تعلن استعدادها لتسلم رخصة الجيل الرابع. ميناء الفاو الكبير على طاولة البحث، ووزارة النقل تؤكد أن الشركة الصينية لا تمتلك مشاريع مشابهة. شكرا لكم، إلى اللقاء.